هي الشركة الوحيدة اللي بتاخد فحم الكوك من اللي هي الزبون الوحيد يعني. نعم. وحضرتك عارف انه فحم الكوك احنا الفحم الجيري بنجيبه من بنستورده من امريكا، وبن كانت الحديد والصلب هي العميل المستثمر انا اسف العميل الكبير للكوك، والباقي كان بيتصدر بره. طلبنا كيفية تطوير الكوك، واحنا يعني في مراحل اخيرة من مناقشة تقرير الاستشاري معاه. زعلان حضرتك ان هذا المصنع يتم تصفيه مع اننا من جيل واحد، يعني زعلان انه بيتم تصفيه هذا المصنع ولا؟ انا خليني اقول لك ان انا بذلت جهود مستميتة عشان نقدر نصل الى 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 حلول. وفي يعني زمايلي في الحكومة قالوا القرار ده يعني اتأخر كتير جدا، انما قلت انا ما اقدرش اخد قرار في مثل دي ايقونة للمجتمع المصري. حماتي ربنا يديها الصحة عندها لازال في دولابها السهم بتاع الحديد والصلب، السهم الفيزيكال يعني بتاع الحديد والصلب، هي بتمثل لجيل الخمسينات والستينات، بتمثل يعني رمز مهم قوي. طبع. انما ما ينفعش ان احنا نقدر نكمل بحجم الخسائر الرهيبة دي والمديونية الرهيبة. احنا النهاردة علينا يعني حوالي 8 مليار بعد لما عملنا تسويات، بيبقى جزء من المديونيات، لازال عندنا 8.2 من 10 مليار جنيه مديونيات على الشركة. الخسارة السنة اللي قبل اللي فاتت تعدت المليار ونص، والسنة اللي فاتت تعدت 800 مليون. ما ينفعش نقدر نكمل كده يعني. عزيز عليا جدا، ولكن يعني مفيش امل في التطوير، لاني كل ثقه في نزاهه وكفاءه حضرتك معالي الوزير. فطبعا انا متاكد مع باقي افراد الحكومه ومستشار فخامه الرئيس مهندس شريف اسماعيل، متاكد ان يعني هذا هو احد الحلين، كلاهما امر من بعض، ولكن اتخذتم القرار الصائب، انا متاكد من ده. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. ممكن اسمح لي بس اقول حاجة، لانه يعني علشان بس نثبت القصة دي. في الوقت اللي احنا بنقفل فيه الحديد والصلب المصرية في حلوان، احنا في تطوير بحوالي يعني ارقام تعدت 800 مليون جنيه في مسترد في شركة الدلتا للحديد والصلب، بنعمل بننتج 500 الف طن بلتس جديدة. الانتاج القديم كان لا يتخطى 40 ألف طن في الشركة، فبنعمل تطوير كامل بتكنولوجيا جديدة في الدلتا للصلب، وبنعمل مسبك جديد بنرتفع بالطاقة بتاعته فولي اوتوميتد زي اللي موجود في الانتاج الحربي، يقدر ان هو ينتج حوالي 10,000 طن في السنة. كل ده التكلفة 850 مليون جنيه. ما كانش ممكن ده يحصل مع الحديد والصلب في حلوان؟ لا ما كانش ينفع. يعني التكنولوجيا مختلفة تماما، الحاجات اللي موجودة مختلفة تماما. التكنولوجيا زي ما حضرتك عارف هي من الستينات، وقايمة على وجود خامات حديد بتركيز عالي في الحديد في مصر. احنا ما عندناش خامات بتركيز عالي. التركيز العالي خليني اقول لحضرتك، التركيز العالي يعني بنتكلم على تركيز حديد فوق ال 62-63%. احنا الخامات بتاعتنا متوسطها 50% اللي بنجيبها من الواحات. المصانع اللي هي بالحجم ده بتبقى معتمده على طاقه هيدرومائيه رخيصه جدا. احنا بناخد الطاقه بتاعتنا بالاسعار اللي هي الجري. ما فيش العوامل اللي هي تنجح حاجه بالتكنولوجيا دي وبالحجم. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. الوزير المحترم وزير قطاع الاعمال العام المهندس هشام توفيق، شكرا جزيلا لحضرتك. بحور السوشيال ميديا.